واش الخوت، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله قصه جديده، قصه ولد ليسي والبلية. كيف العاده ما غاديش نطول عليكم بزاف ديال الكيت، وخليكم معايا. سميتي جمال، تزاديت في حي شعبي وسط اسره متوسطه. عايش انا والوالد والوالده وثلاثه ديال الاخوت، ثلاثه ديال الاولاد وبنت واحده. انا هو الصغير في دارنا. الوالد ديالنا واخا ما فحالوش كان مقاتل معنا وكيدير اللي في جهدو باش يفرحنا. واخا الفقر والزلط كنا عايشين في واحد السعاده كبيره. ملي كنتجمعو حنا الخوت بربعه وكنبقاو نلعبو في الدار، كانت هذيك هي السعاده الكبيره. ما غادي يحس بها غير اللي عنده الخوت بزاف في الدار. ما نقدرش نوصف لكم الاحساس ملي كان كيضربني شي واحد في المدرسه كبار مني وكنقول لي انا غادي نجيب لك خويا، كيقول لي سير جيب حتى باك. كنمشي كنقولها لخوتي كاملين. كنت مجاي للمدرسة وكتافي سخان، كنحس بواحد الإحساس ديال أنا هو الملك ديال داك المدرسة، وأي واحد دوا معايا غادي نخلي ضربو. الوالد كان عزيز عليه الولاد. نهار تزوج بالوالدة تعطلت بزاف الوالدة في الحمل ديالها. الجيران في الدار بداو كيخلعو فيها وكيقولو ليها ضروري خاصك تولدي، إلا ما ولدتيش يقدر يتزوج عليك، بحال الأمر بيديها هي. نهار اللي حملات الوالدة ما قداتها فرحة. أول ولدة ولدت أختي الكبيرة. من بعد بدات كل عام كتردف واحد. داكشي علاش كان داك السن بيني وبين خوتي زوين بزاف. كنا متقاربين، كنا خوت وصحاب وحتى مافيا، حيت اي واحد غلط وتعدى على واحد في الخوت كياكل قتلة بانية. ولينا معروفين في داك الدب. كان الوالد من الصيف للصيف كيصيفطنا للبلاد عند الوالدين ديالو. جدودي كانوا من الناس ديال البادية، ضايفين بزاف وكيتعاملوا معنا زوين، ولكن جدي كان قاصح بحالو بحال الوالد. كنا كنمشيو للبلاد وكندوزو احسن ايام ديال حياتنا. ما كان لا ضو لا والو في العوبيه، كانت غير لامبا. كنجلسو نبقاو ندويو حتى للجوج ديال الليل. الحاجه الوحيده اللي ما كنتش كنحمل البلاد على قبلها هي جدي. غير كنا كنوصلو عندو كان كيقرا علينا كاملين، كنوليو بحال العسكر. كان خويا الكبير ديما كيمشي وكيدير فيها هو راجل ديال الدار، كيمشي عنده كيخليه يصلي عليه هو الاول. اما انا وخويا اللي كبر مني بعام ديما هربانين ليه. كنت نطلع فوق الشجره وكنبقى فيها النهار كامل، ولكن طال الزمان والقصار غادي تهبط غادي تهبط وغادي يقرا عليك. كنا هاد جدي مسكين ديما داير لي غير المصايب، ضروري خاصنا نضربو ثلاثه المضاربات في النهار ولا اربعه. ديما جاي الناس ديال الدوار كيتبراو منه. كان مسكين كيقلب وجهو، حتى لواحد النهار طلعنا ليه الدم ديال بصح. ناض خويا اللي كبر مني حفر واحد الحفره كبيره، عمرها بالما وحط فوق منها هيدوره في البلاصه فين كيريح جدي. ومع جدي كيف قلت لكم قاصح ما عندوش مع الضحك. جا مسكين بغى يجلس في هذيك الحفره ويتخشى في هذاك الماء. صافي جدي حقد ديال بصح، عيط على الوالد وحيح ليه ديال بصح. دابا جدي عليا ولادك، ما بقيت باغي نشوف حتى شي قاد هنايا. عيط لينا الوالد في التليفون وصب لنا مزيان. الوالد ديالي حتى هو كان كيخاف من باه. قال لينا واحد 3 ايام وغادي نجي نديكم. ديما داير لي الشوهه. في هذيك 3 ايام بدينا كنستغلوا الماكسيموم، كنلعبوا وكنضحكوا، كنديروا كاع داكشي اللي بغينا، وكنبداو نعاونوا جدي في الفلاحه وفي كلشي لعل وعسى يحن علينا ويخلينا على الاقل حتى نكملوا العطله الصيفيه ديالنا. كان جدي كيجيب الماء من واحد البلاصه بعيده اللي كان الدوار كل واحد كياخذ النوبه ديالو. خاصك تبقى متبع الماء بواحد العتله حتى توصلوا للارض ديالك. كتسقي الارض ديالك كامله، من بعد كتجي النوبه ديال واحد اخر. كان واحد راجل في داك الدوار اللي قبيح وكلشي كيخاف منه. جدي ملي وصلت النوبه ديالو باش يسقي الماء، جا داك الميكروب وخدا ليه الماء وبدا كيسقي في الارض ديالو هو. وكيف قلت لكم جدي ما عندوش مع الضحك، نوض هو وياه. داك خاينا حكاو عليه ديال بصح وخدا ليه الماء. حنا كاملين كنا كنتسناو في داك الماء باش نسقيو داك الارض. شويه تم جاي جدي وطالع ليه الدم. ملي سولناه ما جاوبناش، دخل عند جده وعاود ليها الفيلم كامل اللي وقع. غير سمعناها ما نعاودش لكم شنو وقع. كنا هزينا الحجر وحنا نطلعوا. خويا اللي كبر مني حول الماء لعندنا، شويه تم خارج داك الشيباني وبدا كيحيح علينا. هزينا الحجر وبدينا كنتكاو عليه، ما عرف راسو باش تبلى. دخل دارو هو يسد عليه، خدينا الماء حتى شاط علينا كاع. جدي ما فهم والو من اللي خرج ولقى الارض مسقيه. عاودت لي جده على الفيلم اللي دانا كامل، هو يبدا يضحك. اخي انا جدي ضحك، عيط للوالد وقال ليها ما تجي دي حتى شي واحد، خليهم يكملوا معايا العطله كيف ديما.
أنا غا كنت معصب داك النهار وصافي. مهم دوزنا العطلة ديالنا كيف ديما، وكان كل صيف كنعيشو بحال هكا قمة السعادة. بالنسبة للدراسة ديالنا تا شي واحد في خوتي مقام مزيان، خويا الكبير حدو حتى السادس وخرج، خويا اللي كبر منو السابعة حتى هو لحق عليه. أما أختي وصلت الكاطريام وخرجت، بقيت أنا بوحدي وكنت أنا هو الأمل الوحيد ديال العائلة. أختي الكبيرة خدمات في شي شركة، خوتي بجوج واحد خدم ميكانيك وواحد غامشومة. الوالد كان عارفو خدام، غير حنا خوتو اللي كنا عارفينو ما خدام ما والو، كيبقى النهار كامل ويدور، والأغلبية ديال الأوقات كان كيمشي عم واحدة واحد ليسي كيمشي غير على قبل الدريات. القراية ديالي ما كنتش كنقرا مزيان، كنقرا عادي وصافي، طالع غير بالدفيع، وكنت كنتسنى حتى أنا غير إمتى نخرج من المدرسة بحالي بحال خوتي. ولكن هما كان عندهم رأي آخر، فيما كيتلاقاو معايا تيقولو ليا وياك راك غادي تصيد، حنا اللي حسينا بالقلب دابا. ولكن أنا كنقول مع راسي ومالهم، كيصبحوا ناعسين ماشي بحالي أنا كنصبح على الصباح، كنخليهم ناعسين كاملين وكنمشي أنا للمدرسة. وصلت للكطيام وحتى هي غابت فيع، أنا ماشي شي واحد اللي مكلخ، ولكن أنا ما كنتش باغي نقرا، مقابل غير التفليه. ملي وصلت لسن المراهقة بدات كتبدل حياتي، بديت كنحس براسي كبرت، وليت كنعمر غير مع الدراري اللي كبار مني، ما كنرضاش نوقف مع شي واحد صغر مني ولا قدي كاع. تعرفت على شي دراري في الليسي اللي كانوا كيقراو مزيان، وكانت العقليه ديالهم زوينه بزاف، كانوا كيدويو على المستقبل ديالهم وان القرايه مهمه بزاف، ودخلوا لي هذه الفكره هذه حتى انا راسي، وليت كنقرا مزيان لدرجه وليت كندخل الدار كنبدا نحفظ، كيجيو خوتي كيطلعوا عليا سي نورمال، كتجيهم عجب حيت عمرهم شي نهار شافوني كنحفظ ولا هادشي كتاب في يدي. كنت كنخرج من الليسي كنكون واقف مع دوك الدراري، كنلقى خويا غير كيدور في داك الليسي، كنمشي كنهضر معاه. خالد شنو كدير صاحبي هنايا؟ قال لي مالك الباوش شغلك؟ تي والله تنقول للوالد راه كتضيع في المستقبل ديالك بحال هكا صاحبي، سير تعلم لك شي حرفه ولا دير شي حاجه، راه الوقت غادي كيدوز. قال لي اسمع جمال، انا ما خليت حتى شي حرفه ما خدمت فيها، انا اكتشفت انني ما نقدرش نخدم عند بنادم، باغي ندير شي حاجه ديال راسي. بديت كنضحك وقلت ليه واش كتضحك عليا ولا كتضحك على راسك؟ انت حازق ما عندك تايل، خدم بعدا عند شي واحد وجمع الفلوس وداك الساعه دير شي حاجه ديالك. قال لي جمال لا خرج من هاد السوق هذا، انا عارف شنو كندير، المهم مسكيني مسكتك. كملت القرايه ديالي عادي، من بعد وليت كنشوف خويا كيوقف مع واحد كمامه وجو الحبس وصافي. الدراري اللي كنت كنحفظ معاهم كانوا الله يعمر هضا، حتى لواحد النهار واحد فيهم جاب معاه واحد ميكا فيها شوكولاته وكانت دايبه. تي شنو هاد الزبل هذا؟ قال لي هذا المعجون، هاد الميكا اللي عندي غادي نقسمو على ربعه، اما غيدير لينا والو، غادي غنضحكو شويه وصافي غير اليوم. قلت لهم الخوت دبوا راسكم انا ما معاكمش. مشينا عند مول مسمن كيف العاده وفطانا، شدوا داك الميكا وهم يقسموها بثلاثه، كل واحد فيهم كلا طايف ودوزوا عليه اتاي. من بعد مشينا للقيسم قرينا الحصه ديالنا الاولى، ملي خرجنا مع العشره كنشوف الدراري بثلاثه عينيهم مبلقين، تلاقينا في صحه الرياضه وتفرقعوا عليا بالضحك، كاين اللي تيقول لي ودنا قلشين، كاين اللي كيقول لي كتشبه القاد، وكيتفرقعوا بالضحك. صراحة في واحد اللحظة جاني الفضول، وتانا مكانش ناكل شي وحدة باش نعرف كيفاش كيحسو. دخلنا للحصة التانية كلشي خدام، وهما عاطينا التكاكية ديال بصح، لدرجة القسم كامل كان كيضحك معاهم. خرجنا مع 12 وكل واحد فينا مشى لدارو. خويا خالد اللي مقابل ليسي تبدلت الحالة ديالو، ولا ديما مبوقص وكيضرب غير البياس الحي، وحتى من الوالدين ديالي ولاو راضين عليه حيت كيدبر عليهم في الصباح وفي العشية. صراحة هادشي دخل لي الشك بزاف، ويلي منين جاب خويا هاد الفلوس كاملة؟ هو ما خدام ما والو، انا اللي عارف الحقيقة ديالو كاملة. كيبقى النهار كامل هو قدام ليسي حتى العشية عاد كيمشي فحالو. مهم الغد ليه مشيت ليسي، تلاقيت مع الدراري عاوتاني، بقاو كيعاودو على داكشي اللي وقع البارح، وكان عاجبهم الحال وقالوا لي راك ضيعتي النصف عمرك، خاصك ضروري تجرب. وهنا درت اكبر غلط في حياتي وتبعتهم. عثمان جاب لينا داك المعجون وقسمناه بضعة، وخرجت في حقنا كل واحد غير شوية قد الغرض، حيت الجسم ديالنا كان نقي وما فيه حتى شي مادة مخدرة. داك شوية اللي كلينا بمثابة وحدة الواحد مدمن على داك الشي.
ما نعاودش لكم اول نهار ليا مع داك المصيبه، ومع انا في يدي فو كبير ما كنقدرش نحبس الضحكه، حتى ملي كان كيسلخنا الوالد كنت انا اللي كناكل قتله كثر منهم، حيت هو كيضرب فينا وانا كنضحك، هو كيسحبني كنضحك عليه. المهم كليناها ودخلنا القسم، بقيت كنشوف الاستاذ كنبدا نشوف شي حاجه ماشي هذيك، هو تيكتب في الدرس كيجيب يالله بحال كيصم شي حاجه، وكنبدا نقول الدراري اللي حدايا شنو كيدير الاستاذ، شنو كيصم، كيتفاقعوا عليا بالضحك، خصوصا صحابي اللي عارفيني اش واكل. المهم بقيت صابح تعيت وانا نتلقى بواحد الضحكه على الجد، ما سمعني الاستاذ شاف فيا وقال لي جمال مالك لبس اش قلت الادب، داك الاستاذ الله يعمر هذا دوا معايا مسكين مزيان، ولكن انا عاد ما زيد فيه، غير كنضحك ما قلت لي حتى شي كلمه، جا عندي وكيقول لي مالك ياك لاباس، وانا كنتفاقع بالضحك. من بعد تعصب ويقول لي اجمع ادواتك وخرج عليا، داكشي اللي درت، هزيت الادوات ديالي ومشيت لساحه الرياضه، بقيت جالس وكنطل من الصور وكنشوف طوموبيلات غاديين، شويه كتبان لي الطوموبيل بحال جايه طياره وجايه لعندي، كنتخبى. من بعد سمعت الصوت ديال لومبيلونس، قلت صافي البوليس جاي ليا، وتميت غادي مدردك في الساحه. هادشي اللي عاودت لكم واكل غا شويه تقريبا قد نص زيتونه، وانا غادي هابان في الساحه كيبانوا لي الدراري صحابي خارجين، حتى هما جاو عليهم الاستاذ. كان معنا واحد في الدراري ما عندوش باه، كانت عنده غير مو كانت مهليه فيه بزاف ومضصاه، اي حاجه قالها ليها كديرها ليه. الغد ليه كان ضروري خاصنا وقت السماح باش ندخلوا للمدرسه، طارق قال لنا كونوا هانين انا غدا غادي نجيب الوالده وغادي نقول لها طلب الحارس العام باش يخلينا ندخلوا، وعمرنا باقي نعاودوا شي بلان بحال هذا. انا ما نقدرش نقول الوالد يلاه معايا للمدرسه، الا جاو عرفني شنو دارت الاستاذ غادي يعلقني. الغد ليه مع 8 طارق جاب معاه الوالده ديالو، وحنا جالسين قدام الباب بحال شي طلابه كنتسناو فيه غائم تيجي، غير دخل هو ومو شيه لينا باش نتبعوه. دخلت هي عند الحارس العام وبقينا حنا واقفين برا عارفين الحارس العام ديالنا ما كيتفاهمش، قالك جيب والديك جيب والديك والله لا تعاتق معاك. دخلت مو طارق وخدات لي ورقه السماح ديالو، من بعد طلباتو علينا ما عمرش معها السوق، قال لها خرج عليا، كل واحد عنده الوالدين ديالو. ما سمعنا رد الفعل ديالو دغيا علقنا، لقينا طارق كيتسنى فينا وتا هو ميكروب، شدك ورقه السماح وكتب فيها السميه ديالنا كاملين ودخلنا بها القسم. نهار الثالث عاوتاني جاب لينا عثمان المعجون، بقينا عاوتاني عاطينا التكاكير وحنا كنضحكوا غير على راسنا. هاد الدراري هما اللي كانوا غاديين ينقذوا حياتي وخلاو القرايه تولي عزيزه عليا، وهما نفس الوقت اللي غاديين يدمروا لي حياتي. المهم ولينا كل نهار كناكلوا داك المصيبه، من بعد ما بقاتش كتقد فينا ولينا كناخذوا جوج، كل جوج كيقسموا وحده. بالي اخويا واقف وضرب واحد الحطه القليله ساويه بواحد 3000 درهم، مشيت عندو قلت ليه خالد بغيت غنسولك انت ما خدام ما والو ونهار كامل كنشوفك قدام ليسي، منين كتجيب هاد الفلوس كامله؟ بقى كيشوف فيا وقال لي انت مالك حسدتيني، انت ما تبقاش تقول هاد الهضره هادي، انت عارف اي حاجه زوينه غادي نبغي عليك، ولكن بغيت غنعرف منين كتجيب هاد الفلوس. نعت ليا في واحد صاحبو وقال لي شتي داك الدري بوه لاباس عليه، كنمشيو مرة كنضربو معاه بيكول في واحد الفيلم وكيدبر علينا. الهضرة اللي قال لي ما دخلاتش لي راسي، داكشي علاش بقيت حاضي معاه. صراحة جاني الفضول بزاف وبغيت نعرف خويا منين كيجيب الفلوس. واحد النهار مع 8 ديال الليل تم داخل خويا وهاز واحد الصاك في يديه، مع دخل الطواليط خرج بلا صاك، اواه ضاني راسي فين دار داك الصاك، وعلاش غادي يكون خباه، شنو غادي يكون هاز معاه زعما. جا قصة شوية ويعاود يخرج، غير خرج هو دخلت للطواليط وبقيت كنقلب في واحد السدة عندنا كاينة تماك، وانا لقى داك الصاك ديالو، طلعت للسدة وجبت البيل وقلبت هداك الصاك، تصدمت ملي لقيت فيه شي 300 ميكا ديال المعجون. عرفت خويا داك الساعة منين كيدبر على الفلوس، وعرفت ان خويا هو اللي كيخرج على ولاد الشعب ولاد داك المدرسة كاملين. المهم داك الساعة كان اللي عطا الله عطاه، ولفت حتى انا داك المعجون، خونت لي 10 الميكات ورجعت للصاك لبلاصتو، ضربتهم في الشكارة ديالي ولغد ليه تلاقيت مع العشران، كل واحد في الدراري عطيتو جوج ديال الميكات، وحيت ما بغيتش نخلي عندي داكشي في الشكارة بديت غا كنفرق على بنادم. بقينا كل نهار على هاد الحال حتى ما بقاش كيقدني حتى داك النص، وليت كنضرب ميكا ديالي بوحدي والدراري حتى هما بحال هكا. الأستاذ ديال الفرونسي تعجب بزاف، قال لينا نتوما بالضبط كنتو كتقراو مزيان،
شنو وقع لكم؟ كنتوا غاديين في واحد الطريقه وكنتوا عاجبيني بزاف، علاش بغيتوا تضيعوا حياتكم بحال هكا؟ هو كيهضر معنا وانا كنشوف صحابي وكنبداو نضحكوا. والسات في داك اللحظه حس بشي حاجه ماشي هذيك، قال لنا واش واكلين شي حاجه؟ كلهم جمعوا الضحكه الا انا اللي قلت لكم ما كنقدرش نحبسها، بقيت كنضحك على الجال. الاستاذ تاكد ديال بصح بلي انا واكل شي حاجه، عيط على المدير والحارس العام وناض تهوينه ديال بصح وقال لي ما غادي تجي حتى تجيب الوالد ديالك، وهذا الشيء بطبيعه الحال اللي مستحيل يوقع. الوالد الى جا لهاد المدرسه وسمعت الخبر الله تيقتلني هنايا. ومن داك الوقيته بديت المعاناه بحال عايش في الشارع، كنفطر في الدار ولبس حويجي ونخرج عادي، ولكن ما كنمشيش للمدرسه. كنبقى حدا واحد الجرده قريبه للمدرسه كندوز فيها النهار كامل طايق، حيت مو كانت دايره لي خاطو داها ودوات مع الاستاذ ورجع يقرا عادي. داير الخوين حتى هما والديهم كانوا قباح، داكشي علاش حتى هما جلسوا معايا في داك الجرده. داز نهار الاول يومين سيمانه ولينا في شهر، شهر وحنا عايشين في الزنقه. كنت كنمشي عند والدي وكنقول ليه راني ضعيف في الماده ديال الفرنسي، داير صحابي كاملين كيديروا السويع، كان الوالد مسكين كيزير راسو كيعطيني الفلوس. كنت كل شهر كناخذ من عنده فلوس ديال السويع وكنمشي نخسرهم انا وصحابي. المعجون ما بقيناش كنشيو، كل نهار كنت ديال خويا. واحد النهار حليت لي الصاك وكنت باغي ناخذ المعجون، ولكن هاد المره لقيت المعجون ولقيت معاه حتى الحشيش. خديت واحد الطريف كبير وتلاقيت مع الدراري ووريتو ليهم، وبدينا كنفكروا مع راسنا علاش ما نجربوش الحشيش حتى هو. طارق ملي شاف عندنا الحشيش وعجباتو الجلسه معانا حتى هو ولا كيمنك معانا. طارق هو اللي كان كيعرف يصوب جوانات حيت ديجا كاميرون، صوب لينا الجوان الاول ودورناه بثلاثه، واكلين المعجون وكنضربو في الحشيش. تبوقنا ديال بصح، كنبقاو جالسين في الجرده وكيجيب لينا الله بحال حنا خالقينا وحنا عايشين في السعاده وحنا غا كنضحكوا على راسنا وحياتنا غادا كدوب بحال شي شمعه، خصوصا حنا. اما طارق الوالده ديالو كانت ضامنه ليه مستقبله، هو لاباس عليه، حنا اللي مكحطين وفي حاجه ماسه للقرايه. الخواد هي جاو الخطاب وغادا تزوج. صراحه فرحت ليها بزاف، ملي كتكون عندك اختك في الدار ديما كتكون بسط. المهم داز الوقت بزاف ودات واحد العرس زوين بزاف، عدت على صحابي وكلينا المعجون كيف العاده. في وسط العرس خرجنا لبرا وتحششنا شويه وعاودنا رجعنا عاوتاني، خلقنا هذا بصح الضحك والنشاط حتى كمل العرس. الوالد بقى كيشوف فيا حيت كنت كنشطح بواحد الطريقه هستيريه بزاف. كيف قلت لكم انا ما كنقدرش نحبس الضحكه، ولكن داك النهار بالضبط حسيت بشي حاجه ماشي هذيك. الضحكه تحبسات في لحظه حيت الخنزيرات اللي كان كيدير فيا الوالد خلعتني، وحتى داك التخليطه اللي دارت ديال المعجون والحشيش ركبت فيا روح ديال بصح. وليت جالس مع صحابي وجامع الضحكه وكنشوف في الجناب ديالي، كنقول دابا الوالد غادي يجي عندي، ها هو جاي في الطريق. شويه كندور نقز من بلاصتي كنلقى حتى شي واحد ما جاي وكلشي عادي، بدات كتشدني بحال الهلوسه. المهم كلشي داز هو هذاك، بقيت شي شهرين وانا منك. واحد النهار شي واحد في التلامذ اللي كيقراو معانا مشاو عند الوالد ديالي وقالوا ليه ولدك راه ما بقاش كيدخل. الوالد اللون ديال وجهه تبدل، ما قال لي والو. فقت واحد النهار كيف العاده وفطات، هزيت الشكاره ديالي وخرجت. الوالد داك النهار ما مشاش للخدمه، بقى كيتسنى فيا برا حتى خرجت وبقى تابعني. بقيت غادي غادي حتى وصلت للجرده ديالي وتلاقيت مع الدراري، جلسنا وبدينا كنضحكوا. يلا بديت كنجبد ليهم في الميكات من الشكاره، هو يوقف الوالد قال لي شنو كدير هنايا؟ رجعت داكشي الشكاره بالزبه وتصمت في بلاصتي وبقيت كنشوف فيه. قلت ليها لا لا والو الوالد، الاستاذ ديال الحصه الاولى ما جاش، داكشي علاش جالسين هنايا، عندي الحصه الثانيه مع العشرة. قال لي اجي لهنا. شنو داكشي اللي رجعتي الشكاره دغيا؟ قلت لا والو الوالد، كنت باغي نجبد غير واحد الكتاب نراجع شويه ملي الشكاره رجعته، اللي عطاني نشوف. قوه الخلعه اللي كانت فيا وقفت وقلت ليها انت الوالد راه ما كاين والو، خشيت يدي وكمشت ديك الميكات كاملين اللي كاينين عندي وما عطيتيش الشكاره يقلبها. في نفس الوقت دورت يدي من الجهه الاخرى وما عطيت لطارق داك الميكات اللي كانوا عندي. ملي قلبها ما لقى فيها والو قال لي نوض يلاه معايا. قلت ليه فين؟ قال لي نوض مشيو للمدرسه ونسولو واش بصح نيت ما قايش. تميت غادي معاه والكابي سلو عليا، ما بقيتش قادر نوقف على رجلي حيت عارف الوالد ديالي قبيح. الوالد عندي اخر حاجه تهمو هي انه زعما يضربك قدام الناس، ما يعقلش عليك واخا يكون مع شكون. عاد زيد انا مع سي المراهقه ما غاديش نرضى
وكين الدايات ودراري الدعوة مخلطة تماك. تميت غادي معاها دق الباب ويحلينا الحايس، دخلنا ديريكت عند الحايس العام. شاف فيا الحايس العام وقال لي لاش جاي دابا؟ صافي راه العام كمل، سير كمل ودي راحة ديالك، سير حتى العام الجاي ولا سير تعلم لك شي حرفة. الوالد قال ليه تقدر تفسر لي شنو كاين؟ الحايس العام صب الوالد مزيان، قال لي اسمح لي، قال لي واش نتوما لا مراقبة لا والو، صيفطنا لكم ثلاثة ديال البراوات ديال الغياب ديال ولدك، ما قدرتيش تجي تطلع على ولدك؟ ما فراسوش بلي داك ورقة الغياب كنت يوميا كنتسنى الفاكتور حتى كيجي كناخدهم من عندو كنقطعهم. المهم الوالد ديالي ما كيرضاش، ما حدك حارس العام كيصبل في الوالد وهو كيزيد حقد عليا. الوالد بلا ما يشعر بدا كيخلط فيا حداه، الحارس العام حبسو كون غير سكت وداها فراسو، زاد شعل العافيه بلا ما يشعر، قال لي غازك غازك وكنتي باغي تضربو كون ضربتي شحال هادي وكنتي حاضي ولدك، ماشي حتى لدابا، دابا ما عندو باش ينفع هاد الضرب هذا. مشى الوالد دوا مع الاساسيات ديالي كاملين، والاستاذ ديال الفرنسي قال ليه ولدك كان غادي مزيان وكان غادي يجيب واحد المعدل اللي زوين بزاف، ما فهمتش كيفاش حتى تبدل في لحظه وحده، كنشك في ولدك واقيلا كيدير شي مخدر ولا شي حاجه، حيت واحد النهار ملي دخل هو كيضحك، كيضحك بواحد الطريقه اللي كتخلع بزاف. الوالد بدا كيشوف فيا واللون ديال وجهه تبدل، هنا ولات هضره اخرى. الاستاذ ديال الفرنسي قال الوالد للاسف ما عندنا ما نديرولك دابا، ولدك ضيع العام ديالو، كاع الامتحانات مهمين دازو، واخا يجي قا دابا ما عندو ما يستفد. ضال عندي داك الاستاذ وبقى كيشوف فيا، قال لي ولدي باقي قدامك الوقت. على الاقل الاستاذ كان كيعرف يهضر، جا عندو الوالد وبقى كيدوي معاه شحال بوحدهم. انا دخلت القسم ديالي وبقيت جالس، من بعد الوالد مشى للدار، دوا معايا الاستاذ وبقى كينصح فيا شحال. كنت جالس في القسم وراسي مرفوع، كنفكر في حاجه وحده، كيفاش غادي ندخل للدار وكيفاش غادي نلقى الوالد. ما كاملش شي ساعه ديال المكانه نط عند الاستاذ وقلت لي استاذ اسمح لي غادي نمشي، راك عارف الظروف دابا كيفاش دايره. قال لي سير ولدي، فكر مزيان في هادشي اللي قلت لك، راه مازال باقي الوقت ما تضيعش حياتك. قلت شكرا استاذ. خرجت لقيت العشان ديالي باقين كيتسناو قدام الباب، مع شافوني قالوا لي امضى اخويا شنو درتي مع الوالد ديالك؟ ما كنت حامل نهضر مع حتى شي واحد، بقيت غير جالس وكنخمم في هادشي كامل اللي وقع. شويه كيبان لي الخوا ديال الكبير جاي بكل وقاحه وبدا كيفشخ فيا وكيقول لي احنا معولين عليك، انت باغي تخرج على الوالد، وبدا كيضرب فيا. الجهد باش غادي نجاوبو ما كانش عندي، ما كان كيهمني حتى شي واحد في هادشي كامل هو الوالد، ماشي خايف منه ولكن صراحه بقى فيا. الوالد كان مقاتل مسكين وكان عنده امل واحد هو انا. خويا كاع الوجه ديالي زرقوا ليا، ما هزيتش عيني فيه وما جاوبتوش كاع، فكوه الدراري بزز ومشى بحال شي واحد مجعور. داك اللحظه دارت عند واحد في الدراري وقلت لهم شكون اللي بقاو عنده الميكات ديالي؟ نقص طارق وقال لي انا، خديتهم من عنده كاملين وقال لي علاش بغيتيهم؟ خديت منهم جوج ميكات ديال المعجون وضربتهم في دقه واحده. حاولوا الدراري منعوني ولكن اللي عطى الله عطاه، نطت وتميت غادي للدار. الدراري ما بغاوش يخليوني نمشي بوحدي وكانوا خايفين عليا. طلعت للدار ومع ذلك بقاو كيتسناو لتحت. شويه بان لهم الوالد طالع وبدا الصداع في الدار، شويه تم جاي خويا وبداو كيفشخوا فيا بجوج. العشان ديالي ما تساطاتش اليوم وطلعوا للدار وبداو كيدقوا. الوالد بدا كيسب فيهم وقال لهم نتوما السبب، نتوما اللي خرجتوا عليه. هاد الوقيته اللي كان كيدوي معاهم الوالد انا كنت كنتفاقع بالضحك بواحد الطريقه هستيريه. خويا الكبير قرب عليا وقشني مزيان وقال لي شنو واكل الباهوش؟ شنو واكل؟ نقز واحد في الدراري وقال ليها سولك انت خالد، علاش كتسولو هو؟ الوالد داك الساعه ما فهم والو وضرب داك يشوف في خالد وكيشوف في الدراري صحابي. ضاع طريق عند والد وقال ليه ولدك واكل المعجون، ولا كان ولدك تبلى بهاد البليه هادي ها ماشي حنا السباب، ولدك الكبير هو السباب في هادشي كامل. خالد في هاد اللحظه تصمى فلاط وعرف راسو شنو دار. قال لهم الوالد كيفاش؟ بدا كيدوي طريق وقال ليه الوالد حنا كنا معاشين وكنا كنقاو مزيان، حتى النهار اللي دخل ولدك ولا كيبيع لينا هاد العجب هذا في المدرسه. ونزيدك واحد القضيه، ولدك النهار الاول عطاني المعجون فابور حتى تبليت به وليت كنشريه من عنده. ولدك خالد راه ما خدام ما والو، النهار كامل وهو في الليستي كيبيع غير الحشيش والمعجون. الوالد تعصب على طريق وكان باغي يضربو، قال ليه الا ما تيقتينيش عمي سير دابا للطواليط، راه كاينه واحد السده تماك غتلقى واحد الصاك وقلبو. وراه جمال
كان كيجيب لينا المعجون ديما من تماك، وحتى من الحشيش تبلينا به بسبب ولدك الكبير، وهذا الشي كامل زعما جي كيضاف فيه خايف عليه. داك الوقيته جاني واحد الوجع بحال هو كل مصامر، بديت كنتوجع في لاط وطحت. كشاكش بداو كيخرجوا ليا من الفم ديالي، كلشي تخلع. هزوني ومشاو كيتجاوبوا بيا السبيطار، الا خالد اللي بقى مصمم في بلاصتو. الطبيب قال لهم دايو واكل شي ميكروب، غسلوا لي المعده ديالي. بقيت شي 5 سوايع تماك، من بعد رجعوني للدار. رجعنا كنتفاجئ ان خالد جمع حوايجو خوا الدار. قال الوالد سد عليا في البيت وانا مقطوع. جاتني حاله خطيره ديال الادمان، ملي كنت كنتقطع كنوض وكنبدا نفرقع في الباب. الوالد مسكين خدا كونجي على قبلي، وبقى مقابلني غا مع الاطباء وواحد مركز ديال علاج ادمان. خويا خالد كان كيعيط للوالده بزاف التليفون باش يطمنها، عارف الوالد ما غاديش يعقل عليه، والكلمه الوحيده اللي كان كيقول الوالده هي قولي لجمال يسمح ليا، يسمح ليا بزاف. وقال الوالده انا ما بقيت كنبيع حتى شي حاجه، سمحوا لي الا اديتكم شي نهار. عيات مع الوالده باش يرجع للدار، ولكن ما بغاش. قال ما قادرش نشوف لا في الوالد ولا في خويا اللي ضيعت لي حياته. جات العطله وسقطت، ودوزت ديك العطله كامله وانا في علاج الادمان، والحمد لله بديت كنرجع للصحه ديالي. الوالد ولا خايف عليا وما بقاش باغي يخليني نرجع للمدرسه مازال. بديت كنضرب شويه بشويه، وبديت كنخرج للزنقه، كنضرب دور ونعاود نرجع للدار، والحمد لله ما بقيت كندير والو. حتى لواحد النهار دويت مع الوالد وقلت ليه الوالد عافاك، سمح لخالد وخليها رجع للدار. الوالد تعصب عليا وقال لي انا ما مانع حتى شي واحد، هو اللي خوى الدار، صافي خليه يمشي الله يعاونو. الوالد اه كيعيط يوميا، اه ما قادرش يشوف لك فوجك. الوالد خلاني داوي ومشى، وانا عارف المعنى ديال هاد الشيء، يعني الوالد وافق ان خويا يرجع للدار. خديت التليفون اللي كان كيعيط فيه ديما واتصلت بيه انا، تلاقيت معاه عندكني مسكين وبقى كيبكي شحال. قال لي اسمح لي يا خويا، كل ما شفتش الحاله ديالك عمرني ما كنت غادي نفيق ونعرف راسي انني كنادي الناس كاملين. شحال ديال الدراري غادي نكون خرجت عليهم دابا، يا الله يسمح لي وصافي. بقيت كندوي معاه شحال حتى قنعته باش يرجع للدار، وهذا كان هو اكبر غلط درته في حياتي. مع دخل خويا خالد للدار، جاو الحناش وفرقعوا لينا الباب، وداو خويا قدام الوالد والوالده. الوالد اللي ما كيهضرش في الدب والنفس ديالو خايبه بزاف، كيشوف ولدو زارين والحناش بحال شي كلب. الوالد بقى مصمم كيشوف داك المنظر اللي عمرو في حياته كان كيتوقع غادي يوصل ليه. من بعد طاح الوالد، كنشوف خويا خالد كيبكي ماشي على راسو، على قبل الوالد كيشوف فيه طايح وما قادر يدير ليه والو، واللي كيزيد يعذبو كتر هو السبب في هادشي كله. توعت هنا ما بقى مسوق لخالد، هزينا الوالد وديناه ديريكت للسبيطار. الوالد مايض بالسكر، قلنا ما غادي يكون عنده حتى شي حاجه. ملي دخلنا عند الطبيب تخلع بزاف وقال لنا لا لا ديوه للسبيطار الكبير، وخرج معانا حتى لبرا وبقى كيوصف الناس ديال لومبيلونس باش ما يبقاوش يحركوه بزاف. مشيت عند الطبيب وسولته ما بغى يقول لي والو، قال لي ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، خاصو يمشي للسبيطار الكبير باش يديروا ليه البلاكا على العنق ديالو، راني شكيت كاينه شي حاجه ماشي تلهيه. دينا للسبيطار الكبير وداو ليه البلاكا، وهنا كانت الصدمه الكبيره. سولنا الطبيب على داكشي اللي وقع للوالد، عاودت ليه داكشي كامل. قال لي الوالد ديالك مريض بالسكر وطلع ليه الطونسيون بزاف وسخف، هادشي كلشي عادي، ولكن الطيحه اللي طاحها طاح طيحه خايبه، طاح على العنق ديالو وتقاص ليه النخاع الشوكي. الوالد ديالك مسكين تصاب بشلل رباعي، حنا غادي نحاولوا معاه ونتمنوا من الله يتشافى. انا فهاد اللحظه ما كنتش عارف المعنى ديال شلل رباعي، بقيت غنصم حدا داك الطبيب وما سولته على والو. من بعد بنت لي واحد فاميلي غادا وتبعته، الدموع في عيني وسولته، قلت لها اختي عفاك شنو المعنى ديال شلل رباعي؟ قالت لي يعني السيد تيكون مشلول كامل، ما كيقدر يحرك حتى شي عضو في الجسم ديالو من غير راس. هنا طحت في الارض وبقيت شاد في راسي وكنبكي بحال شي دري صغير. الارض دارت بيا، ما عرفت لا فين غنمشي ولا فين غنجي. بان لي داك الطبيب عاود مشيت كنجري لعندو، اختي الطبيب شنو غادي نديرو دابا؟ قال لي اولدي ما عندكم ما ديرو من غير الدعاء، ان شاء الله ملي نخرج من هنايا غادي نتبعو مع الطويل. قلت واش ما كاينش شي عمليه زعما؟ قال لي لا ولدي، واخا تدي حتى لفرنسا عندكم حل واحد هو الدعاء، دعوا معاه وديروا الاسباب ديالكم. هو يوميا طويل طبي. وهنا بدات معاناه جديده، معاناه ديال العذاب مع الوالد. الوالد هو اللي كان خدام مع الاسره ديالنا، الوالده كانت جالسه غير في الدار، وتخيلوا اسره فقيره كانت كتعيش بالصالير ديال الوالد
غادي لحد في القد، حتى مول الحانوت كنا كنتسلفو من عنده وملي كيتخلص الواليد كيخلصو. بينا كنفكرو من نهار الاول شنو غادي ناكلو. هذه هي الحياه ديال المزلوط، خدام غير باش يعيش صافي، ما كيوفر والو. غير باش نخرجوا الواليد من السبيطار كانت خاصنا 5000 درهم. الواليده مسكينه شي دهيبات اللي كانوا عندها باش تباعهم. خلصنا السبيطار ورجعنا للدار، كان واحد الطبيب حدانا وكيعرف الواليد. ملي سمع الخبر اللي وقعت ليها جا عندنا مسكين للدار وزارو، والصراحه عاوننا في حل من حاجه، جاب لينا شي دويه فابور وراني كيفاش نعس الواليد. وبدينا كنتعذبوا مع الواليد نهار على نهار. الواليد مسكين كان تيهضر ولكن ما كانش كيتحكم في الجسم ديالو كامل. قال لينا الطبيب خاصك دير ليه مره واحده في النهار الطويل، على الاقل واحد نص ساعه، وكل 4 سوايع تقلبوا على جهه. الا خليتي على جهه واحده النهار كامل غادي يطيب ليه اللحم ديالو، ومن بعد يقدر يخماج ليه. هاد المده كامله وتا شي واحد فينا ما زار خويا، كنا مبسطين مع الواليد. وسط هاد المشاكل وهاد الصداع كامل خطفت واحد النهار ومشيت عنده، حيت عارفو غادي يكون نعاس ما كينعسوش. وصلت الوقيته ديال الزياره تم خارج خويا، ملي شفتو تخلع ديال بصح تحت عينيه كان زاك ولا ضعيف. غير في داك المده قليله ضعف بزاف. تيه مالك اخويا، مالك وليتي بحال هكا؟ قال لي والله اخويا ما كيديني النعاس، حتى شي واحد فيكم ما فكر فيا ولا قال نجي عنده. تي خويا غا مع المشاكل وصافي، الوالد مسكين راه عيان. بدا كيبكي وقال لي بسببي انا. تي خالد خويا راسك من هاد الهضره هادي، انت عارف الوالد ديالك مريض بالسكر، وداكشي اللي كتب الله هو اللي غادي يكون. صراحة ما قدرت نقول ليه والو على داكشي اللي واقع الوالد، داكشي اللي فيه كفيه. تي راه الوالد سلم عليك هو الوالده، وقال لك كون راجل، كون راجل وخرج باش تعاوني. بيني وبينكم هاد الهضره ما قالهاش لي الوالد كاع، غير زدتها من راسي باش حتى هو ما يبقاش هز في خاطرو وما يقولش راه الوالد كاعي عليا. تسمح لي اخويا راني جيت عندك طويل، قول لي خاصك شي حاجه نجيب عندك في الزياره الجايه. قال لي جيب لي غير الوالد، تاك عارف الوالد باقي عيان، الا ولا شويه نجيبو ليك. ما قلتيش لي اخويا شنو داو معاك هاد الناس؟ ضربوني بعاموس. وصلت الوقيته اللي غادي نمشي فيها في حالاتي، ناض عنقني وقال لي سمح لي بزاف، عافاك قول للدار ديالي يسمحوا لي وما يبقاوش حاقدين عليا. تي لا صافي يكون هاني، كلشي نسى داكشي اللي وقع، نتمنوا غا انت تخرج بخير وعلى خير. رجعت للدار وليت كنشوف هذيك الفرحه اللي كانت في الدار تحولت لبؤس. الحزن في الدار وكلشي كاعي، والواليد مابقى حامل يهضر مع حتى شي واحد. انا عارف الواليد النفس ديالو خايبه وما راضيش في هاد اللحظه هادي، ما راضيش ماتو تبدا تبدل ليه ليكوش. اول قرار اللي درت هو انني خرجت من المدرسه، ما كاينش اللي غادي يقابل الواليد وما كاينش اللي غادي يخدم علينا. اتفقت انا وخويا باش هو يبقى خدام وانا نقابل الواليد انا والواليده في الدار. وليت كل 4 سوايع كنحول الواليد من بوزيسيون، ومره في النهار كندير ليه طويد، داكشي اللي علمني الطبيب. طويد كنت نسرح ليه رجليه ونعاود نتنيها، كنسرحها ونعاود نتنيها على الاقل 21 مره، شويه كندور للرجل الاخرى. من بعد كنت كنسرح ليه رجليه وكنحزمهم بصمته، حيت كانوا كيبقاو متنيين، ولا بقاو متنيين الدم كان كيتحبس. ولينا كنعانيو معاه ديال بصح. وخويا مسكين داكشي اللي كان كيصور في الشهر كان كيجي حطو لينا. اختي مسكينه حتى هي بدات كتعاون شويه واخا ما خداماش. بقيت على هاد الحال المده ديال 4 شهور، ما نكذبش عليكم عييت. الواليد كان ثقيل بزاف، وليت كنتعذب بزاف ملي كنبغي نحولو. من بعد وليت كندير 5 سوايع حتى 6 عاد كنحولو. الواليد مسكين الظهر ديالو كان طايب ليه وما كان قادر يقول لي والو حيت عارفني عييت. حتى لواحد النهار بغينا ندوشو ليه حيت ليه التيكو ديالو. ملي كنشوف الظهر ديالو كان تخلع، كنلقى جوج حفرات في الظهر ديالو ومحفورين وفيهم الدم. ما كذبش عليكم القلب ديالي بدا كيتقطع. اول حاجه درت عيطت على داك الطبيب، جا مسكين كيجري كراط ليه داك الجرحات كاملين ودار ليه واحد بومادة. عطاني شي 5 بومادات وقال لي خاص كل نهار ديرها لي. راني قلت لكم كل 4 سوايع خاصو يبدل بوزيسيون، سينو غادي يبقى يطيب بحال هكا حتى يموت. الواليد اللي ما خلاش يقول لي راني مضبور هو انه ما كيحس كاع بالجسم ديالو كامل، واخا تشد موس وتبقى تخطط فيه ما غادي يحس بوالو. الطبيب قال لي كنصحك بواحد الماطله، حد الناموسيه كتباع وكتنفخ غير بالبرد. هذيك الناموسيه خاصه بالحالات ديال الواليد ديالك، الناس اللي ما كيقدروش يتحركوا. قال لي فيها بزاف ديال النفاخات صغار، كل شويه كتنفخ وحده وتفش وحده باش الجسم ديال المريض
ميبقاش هذا الدق جهه وحده ويتدبر. تيو فين غادي نلقى هادي؟ قال لي ما كتبش عليك راه غاليه بزاف، ولكن سمعت كاينين شي محسنين كيعطيوهم فابور. قال لي انا غادي نشوف لك هذا الفيلم ونرد عليك. تي الله يحميك الوالدين، لا ما تعطلش عليا، راني كنشوف الوالد بحال هكا كنتقطع نهار على نهار. قال لي صافي كون هاني، الوالد ديالك راه عزيز عليا بزاف. ما ساليش باش نمشي عند خويا، درت شي شهرين عاد مشيت عندو، لقيتو كاي عليا ديال بصح. بيني وبينكم ما لقيتش ما نقول ليه، عاودت ليه داكشي اللي كاين باش ما يبقاش يقول مع راسو حتى واحد ما بغى يجي يشوفني. تراه الوالد ولا صحيح ورجع للخدمه ديالو، من بعد طاح عاوتاني على العنق ديالو وتشلل باش ما يحسش بتأنيب الضمير ويقول انا السبب. وقتي ما نكذبش عليك، راني واحد مع الوالد، وخاصه انا واحد المعطله ديال زباله الفلوس. قال لي شوف، غتمشي عند واحد الميكروب هو اللي كنت كنبيع معاه، راني باقي كنتسالو شي فلوس، غادي يعطيهم لك وشوف واش غادي يقدوك ولا لا. نعت لي البلاصه فين غادي نلقاها، وعطاني حتى نمره التليفون ديالو. مع خرج من الحبس مشيت ديريكت عند الميكروب، عيطت ليه وجا تلاقى معايا. ملي دويت معاه قلت ليه انا خو فلان قال لك عطيه شي فلوس. بدا كيضحك وقال لي واش تجهلتي ولا مالك؟ سي الله يعاونو ويعاونك انت وياه. كان فيا من هادشي حاجه ونزع عليه في الراس ديالو، ولكن انا شبعان مشاكل بلا ما نزيد غرق راسي، خليته وزدت فعلتي. دوزت واحد السيمانه عيط علي داك الطبيب، قال لي غتمشي للرباط واحد الجمعيه سميتها جمعيه السلام، غادي تصور الوالد ديالك وغادي تجمع الدوسي الطبي ديالو كامل، وغادي معاك هاد كارت فيزيت ديالي، وان شاء الله غادي نعطيوك واحد الماطله. داكشي اللي دات، شديت الكار ومشيت ديريكت للرباط. بقيت كنقلب على هاد الجمعيه هادي حتى لقيتها. من بعد عاودت ليهم الفيلم كامل، عطيتهم الدوسي وكارت فيزيت ديال الطبيب. وكيصدمني هنايا رئيس ديال الجمعيه قال لي الماطلات اللي كانوا عندنا كاملين سالاو، ما عندي ما ندير ليك اولي. خش قدام الباب ما كذبش عليكم، طاح لي الضيم. جلست وبقيت كنبكي، علاش حنا الزهر ديالنا بحال هكا؟ حتى شي حاجه ما ميسره. بقيت شي ساعه وانا جالس، عيني بحال شي جمرات بالبكا، شويه طلع لي الدم وبغيت نرجع في حالاتي. يلا هنط رئيس الجمعيه خارج، شافني مازال جالس قال لي ولدي اش باغي كدير هنا؟ قلت له لا والو. شاف عيني بحال هكا قال لي مالك ولدي؟ قلت له انا اللي جيت عندك قبيل على قبل الوالد. غير كنبكي وصافي، كنشوف كاع الامور معك سالينا. قال لي لا ولدي ما تقولش بحال هكاك، اجي اجي معايا. هزني في الطوموبيل ديالو مسكين، وداني لواحد باراميديكال كبير، خدا ليا كاع داكشي اللي غادي يخصني في الوالد، وفوق هادشي وصلني حتى الباب ديال الدار. دخل معايا مسكين وانسطالينا داك الناموسيه كامله، وحولنا ليها الوالد. واخيرا تحيت من جهه الوالد شويه بعدا. خرج داك السيد وتم غادي في حالاته، مشيت لعندو عنك توبس لي راسو. قال لي لا هاني ولدي، خلى لي كارت فيزيت ديالو وقال لي اي حاجه احتاجيتيها عيط عليا. يلاه يجازيك بخير. الوالد دوز 8 شهور هو في الدار ما كيخرج ما والو، 8 شهور هو كيشوف نفس الحيوطه، نفس النهار كيتعود، نفس الحياه البائسه. غير الفلوس ديال لي كوش كانت خاصنا فيهم زباله ديال الفلوس. كون ما كانوش الناس كيتعاونوا معانا كوني تسطيت شحال هادي. كاع الناس اللي كانوا خدامين مع الوالد كل شهر مساكن كيتفكرونا بشي حاجه. الجيران صراحة لقينا الخير في البراني ما لقيناه في العائلة. العائلة باش كانوا كيعجبوك كيجيو عندنا غير في المناسبات، كيجيو يفوزوا عندنا وصافي، اما باش يعاونوك بشي حاجة لا. الوالد مسكين كان كيشرب كل صباح سبعة ديال الدوايات، واش عرفتي شناهي المعنى ديال سبعة الحبات كتدخلها للذات ديالك في دقة وحدة؟ ومع الغداء أربعة الحبات، ومع العشاء عاوتاني أربعة الحبات، المجموع كلشي 15 حبة. كنت كنعطي الوالد هاد الفانيد والدموع في عينيا، كنقول هاد المعدة هادي اللي غتاخد هاد الفانيد كامل شحال غادي يقدها كاع وتبقى صحيحة؟ وداكشي اللي كنت كنتوقعو هو اللي وقع. واحد النهار الوالد بدا كيغوت بالكاش ديالو، هزيناه بالزبون وديناه ديريكت للسبيطار. ملي قلبو الطبيب قال لنا المعدة ديالو كلات العصا ديال بصح، وبدا كينقص ليه في الدوايات. رجعناه للدار عاوتاني، ما حدو كينقص ليه في الدوايات، وبداو كيبانو العيوب ديال داك الدواء لاش كان كيلاق. بعد مرات كيكون ناعس الوالد حتى كتهز يديه بوحده، الفانيد اللي كان كيخلي الاعصاب مكالمي قطعو، ما بقاش مسكين كيقدر ينعس. شحال من خطر كنكون فايق معاه الليل كامل، في الصباح يلاه كنغمض عينيا كي ضربه بشي غوته كنوض نقز من بلاصتي. مسكين هو كيقول لي اسمح لي يا ولدي، اسمح لي عذبتك معايا. قلت لي الوالد اخر مره نسمعك تقول هضره بحال هادي، انت اللي سمح لينا بسببنا حنايا انت وليتي في هاد الحاله. الوالد مسكين
عارف الوالدين ديالو اللي في البلاد ناس كبار في السن وحتى هما مرات، فمبغاش يقول لهم مسكين راني مريض. كيدوي معاهم غير في التليفون وكيقول لهم الحمد لله راني لاباس، وانتوما شنو الخبرات ديالكم؟ حتى لدرجة الوالد ديالو تخلق عليه وقال ولدي مبقاش بغى يجي يشوفني. الوالد كان كيهضر معاه في التليفون وكيبكي، وكان محلفنا كاملين مش منقولوا ليه والو، حتى لواحد النهار ساق الخبار باللي باه في البلاد مات، امو مسكينه بقات عايشه بوحدها، وزاد تأزم الوالد ديال بصح، خصوصا ان باه مات مقلق عليه، خاف لا يوقع ليه نفس البلان مع الوالده ديالو، وقال يا ولدي جيبها ليا. كنت كنحاول ندير الوالد اي حاجه بغاها، المهم يبقى على خاطره. تسلفت فلوس ومشيت حتى البلاد وجبتها، ما كانتش باغا تجي معايا في الاول، وكانت حتى هي مقلقه على الوالد بزاف. ما كان قدامي حتى شي حل من غير نعاود لها كاع داكشي اللي وقع. جات معايا مسكينه، مع شافت الوالد تلاحت عليه وبدات كتبكي. الوالد حتى هو كيبكي وقال لها سمحوا لي راني ما بغيتش نقولها لكم، خفت لا توقع لكم شي حاجه. من بعد دازت مده رجعت عند خويا الزياره، وبديت كنعاود ليه الجديد اللي كاين، وكنطمنو باش يبقى مرتاح. قال لي امضى مشيتي عندك الميكروب تي صافي نساع عليك حتى تخرج وتسي عندو نتايا. قال لي ما بغاش يعطيك؟ قلت لي لا، خدا من عندي التليفون وعيط ليه قدامي. قال لي فين السيمو؟ قال لي جا عندك خويا علاش ما عطيتيش الفلوس؟ قال لي لا ما جاش عندي. قولي جا عندي اليوم. حيدت لي التليفون من ودنو دويت معاه. قال لي اسمع السيمو جي عندك اليوم ياك؟ قال لي اه جي عندي اليوم. قلت لي صافي الله يعاونك. قلبت الهضره مع الخوادري وعاودت لي وحاولت نزيل لي كلشي بلي حتى شي حاجه ما خاصانا وحنا بخير. فرحني الخوادم اللي قال لي اجا واحد العفو الملكي، وبقات لي غا واحد شهرين وغادي نخرج وان شاء الله نتعاونوا كاملين. خرجت من داك الزياره ومشيت ديريكت للدار، هزيت واحد السيف وانا قصد داك الميكروب صاحب الخوادي، دقيت عليه هو يخرج عندي. بدا كيضحك وقال لي شناهو بغيتي الفلوس؟ قبل ما يقول لي راه ما عنديش ولا شي حاجه، جبد داك السيف وانا لصقو مع الحيط حطيته لي في العنق ديالو. دي نهار الاول فجيت عندك قلت لي سير، قلت لك الله يعاون ما دويتش معاك، ولكن دابا راك دويت معايا في التليفون وقلت لي جي عندي، تي غتجبد الفلوس غنلحق على الخوادي. الوجه ديالي في داك اللحظه كان باين ما كيلعبش، عيني كانوا حمرين وخارجين، ولكن ما نكذبش عليكم بقوه داك العذاب اللي دوزت وليت كنقول اللهم الحبس كنت غادي ندبحو. بدا كيتفتف عليا وقال لي صبر انا غنجيبو منك دابا، تي ما غاديش نصبر غنطلع معاك. طلع حتى السطح وانا نطلع معاه، جبد واحد مليون ونص وعطا عليا. مع وصلت للدار كنلقى لومبيلونس قدام الباب، الكابي باش غادي نجي للدار ما بقاوش عندي. وصلت حدا الباب كان صحاب غير الوالد مات. ملي سولتهم قالوا لي عاود تاني رجع عليه الحال، دينا لواحد السبيطار وقال لنا ضروري خاصها عمليه، وهاد العمليه بمليون و 40 الف ريال. جا عندي الوالد وقال لي اسمع ولدي ما تبقاوش تخسروا فلوسكم، انا عارف راسي ميت غير ديوني للدار حتى يديموا الامانه امانته. بديت كنبكي وقلت ليه لا الوالد ما تبقاش تقول لي هاد الهضره هادي، تي والحمد لله الفلوس ديال العمليه ها هما موجودين، راه ولدك اللي صيفطهم ليك ماشي انا. قال لي الله يرضي عليه، الله يرضي عليكم كاملين، سمحوا لي معذبكم معايا. ما كنبغيش نسمع هاد الهضره هادي من عند الوالد، داكشي علاش كنخليه داوي وكنمشي من حداه. المهم درنا الوالد العمليه والحمد لله نجحات ليه، خلصتهم بهاديك مليون و 40، بقات لي واحد 3000 درهم، شريت كاع داكشي اللي غادي يخص الوالد، دويات وليكوش واي حاجه خاصه. رجعنا للدار بغيت نحيد داك الكآبه اللي كاينه في الدار، بديت كنضحك مع الوالده ومع الوالد، وجبت التليفون وبديت كنفيلمي فيه. قلت الوالد صيفط لي شي ميساج دابا لخالد ولدك، وبدا كيدوي معاه. قال لي خالد ولدي انا راضي عليك ومسامحك في الدنيا وفي الاخره، كون راجل ولدي وصبر باش تخرج دغيا ونشوفك، بغيت غير نعنقك قبل ما نموت. دويت مع الوالد وقلت ليه ولدك ان شاء الله ما بقى ليه والو يخش، رجع العفو الملكي، بقات غير واحد الشهرين وغادي نتعاونو انا وياه عليك، غنرجعوك كدا داك الوالد بلونطايما. بدا كيضحك مسكين وقال لينا الله يخليكم ليا ولدي، انا حاجه وحده نوصيكم عليها، الا مت تهلاو ليا غير في الشيبانيه. قلت لي انا وحده واش امك ولا مرتك؟ شيرات علي الوالده مخده وقالت لي انا شيبانيه واخا امك. قال لي بجوج هما ولدي بجوج. وحيت المصائب كتجيب دقه وحده بديت كنسمع في الدقان. ملي خرجت جا عندي واحد خينا وقال لي خويا اخوك مضاربني في الشارع، اعتق اخويا اعتق. تي صافي غاسي نتايا. طلعت للكوزينه بزاف وهزيت واحد السيف، ميمكنش تمشي مع هاد القوم هادو طويل. مشيت كنجري للبليصه لقيت خويا مدورين وجوج وهزين عليه السيوفه، هو مسكين هاز واحد الصندوق ديال العود وكيكالي على راسو.
ما كذبش عليكم، داك اللحظة الدنيا ولات كتبان ظلمة في عينيا. شيت كنجري وقفت قدام خويا وطلعت داك السيف. الدراري حدهم شافوني لاحوا السيوفة فلاد وقالوا جمال، وتمو زين قاصدين كيعنقوا يبوسوا فيا. ملي حققت فيهم مزيان عاد عرفتهم شكون هما. هادو عشاني طايق وعثمان. قالوا لي هات الميكرو بخوك. الحمد لله ما ضربناه ما والو، سيو خا بعاد منا. كاع دوك الناس اللي كانوا كيتفرجوا فينا كلشي تفاقع بالضحك. كانت قيامه نايضه وكانت القتيله غتوقع شويه تسمينا معانقين وغادين. مشينا لواحد القهوه ديريكت جلسنا وجينا كندويو مده ما تشوفناش. عاودت لهم الجديد ديالي من أ حتى لزاد. عثمان قال لي حتى انا خرجت داك العام المدرسه ودات السونطا ديال الميكانيك، والحمد لله خديت ديبلوم ودابا خدام في واحد المكازا مع واحد الميكروب. اما طارق قال لي الحمد لله الوالده دارت معايا المزيان. دخلت تعلمت الحلاقه وكانت ليا واحد الصالون، وبدا كينعاد ليا بواحد الصالون غير راه ديالي هذاك، فين ما تبغي تحسن جي مرحبا بك. من بعد سولته على العشيه الثالث اللي هو سهيل، ما جاوبني فيهم حتى شي واحد، بقاو حاضرين اصلا فلاد. اللي هما لو شنو وقع عليه؟ قالوا لي سهيل اللي كلا الدقه ديال بصح، حنا عينا معاه باش يقطع داك الزبل وتقولوا تبغي يحيدو. هو تبارك الله طايق حيدو بلا طبيب بلا والو، وهو راسو قاصح عاد ما زاد فيه ديال بصح، لدرجة ولا كيبيع الماء على داهم باش يشيل بليا. وفي الاخر جا عليه باه راه دابا كيبات غا في الزنقة. وليت كنهضر معاه ما بقاش كيسمعني كاع، حوايجو موسخين واحد الحية قدا شناهيا. شتي تلاقى معاه في الطريق ما غاديش تعرفو. قالوا لي وانت شنو درتي؟ قلت لهم انا عاودت لكم كلشي شنو واقع ليا، شنو مازال غادي ندير. انا مقابل غا الوالد حتى يفرط الله من بعد، ولحد الان باقي ما درت حتى شي حاجة في حياتي، والله ما عارف شنو غادي ندير. ما قلتوش ليا مالكم على الخوا ديال بعدا؟ طايق بدا كيضحك وكيشوف عثمان. سي مالك طايق؟ قول اصاحبي شنو كاين. عثمان قال لي اسمع راسك اصاحبي اش كضحك اصاحبي. دار شاف في عثمان وقال لي الله يحفظك لما دوي مع الخوا ديالك اصاحبي، لقيت واقف على الخوا ديالي في الليسي. بديت كنضحك وقلت ليها واش غادي نقول لك اخويا، واسمح لينا وصافي، عمرك باقي تشوفو واقف عليها. بيني وبينكم فرحت بزاف ملي لقيت دراري صحابي الحمد لله تعالجوا من داك الزبل وبعدوا من البلية، وبقى فيا صاحبي واحد اللي هو سهيل، وان شاء الله ما غاديش نفوتو غير دابا مبازط مع الوالد. داز الوقت بزاف وكملت شهرين، واخيرا خويا غادي يخرج. عيطت لاختي وطلبت باش تبقى مع الوالد في داك نص النهار. هزيت الوالده وشدينا طاكسي ومشيت استقبلت خويا باش ما يبقاش فيه الحال. وصلنا تماك خرج مسكين خويا وكان فاقد الامل، كل واحد كتسنى العائله ديالو. هو ملي شافنا مسكين لا حصاك اللي كان في يديه وجا كيجري لعندنا وعنقني. قال لي خويا احسن حاجه درتي ليا هي مع الخرج ديال الباب نشوف الوالده ديالي. بقى كيبوس الوالده في راسها وفي يديها وفي رجليها وكيطلب منها السماحه. قالت لي انا مسامحك اولدي. تعنقنا كاملين ورجعنا للدار. مع دخلنا الخوا ديالي مشى ديريكت عند الوالد، باس ليها رجليه ويديه وباس ليها راسو. بقى جالس حدا شحال وكيبكي عليه وكيطلب منه السماحه. الوالد مسكين قال لي انا مسامحك في الدنيا وفي الاخره، غير تهلا في خوتك اولدي وبعد من داك الزبل. ملي جا خويا خليته في الدار مع الوالد، واول واحد طاح في البال ديالي هو سهيل. جمعت العشان ومشينا كنقلبوا عليه، ما خلينا حتى شي قنت تقلبنا عليه فيه وما لقيناش. قالت لنا بلاصه وحده هي الدار ديالهم، مشينا ليها طلعت علينا اختو وقالت لينا راه ما كاينش. قلت لها عافاك بغيت ندوي مع الوالده ديالو ولا بواه. هبطات عندي داك البنت وقالت لي شنو المشكلة اخويا. قلت اختي سهيل راه صاحبنا وانا عارف الحاله اللي فيه دابا، هو راه ماشي متسطي خاصو غير يتعالج. قالت يا خويا حنا عارفين هادشي ولكن هو اللي ما بغاش. قالت لي والوالد ديالي صعيب بزاف رجع عليه من الدار. قلت لها دابا اختي غوريه لينا فين كاين وتسوقي انت اللور. قالت لي راه قالوا لي واحد صحاباتي كيكون حدا القنطار اللي كاين حدا لوطوروت تماك فين كيضل النهار كامل. قالت لي زعما الا درتو فينا هاد الخير واعتقتوه عماني نساه ليكم. الوالده ديالي مسكينه معذبه من جهته. حتى حنا غادي نديرو اللي علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. تحركت انا والدراري ديريكت للكنطه، بقينا كنقلبو لقينا انواع واشكال ديال الدراري، كلشي خرجت عليهم غير البلية. لقيت الدراري عنده 12 عام والدراري اخرين صغار منه، والله هادشي كدا في الخطأ بزاف. من بعد شي ساعتين وحنا كنقلبو عيط علينا عثمان، مشينا عنده لقيناه واقف حدا واحد الدراري وقال لينا هو هذا. هاد الدراري بداك الحوايج الموسخين اللي لابسو مقطعين وداك التغوفيل اللي داير، والله ما تفرق واش هو سهيل ولا لا. قربنا حداه وبدينا كندويو معاه، غير سمعنا الصوت ديالو عرفناه هو.
كان خان زبيحة سيليسيون مقلوب ديال بصح، كان دوا معاه ولكن العقل ديالو ما كاينش معانا. شديناه ودينا صحة طارق تبارك الله. الدار عندهم كبيرة بزاف وعندو حتى السطح كيدير فيه الحمام. اقترح علينا واحد البيت في السطح، قال لينا نسدو عليه تماك حتى يولي بنادم عاد نطلقو. وداكشي اللي كان. عيط طارق في التليفون ديالو للوالدة وتشاور معاها، صب بناتو مزيان وما بغاتش. قال لي كاين بلان خو، خلينا حتى الوحدة ديال الليل. وطلعناه مسلتينو بحال خاطفين شي درية. طلعناه للسطح وسدينا عليه في واحد البيت. صراحة النهار الاول قدرنا عليه بزاف حيت كان مبوق وما عاقلش على راسو، ولكن من بعد دار لينا الشوهة. بدا كيفرقع في الباب حتى طلعت ام الطريق وشاف داك المنظر. بدات كتحيح على طريق، بدينا كنطلبوا فيها حنا بثلاثة وعاودنا لها لافير اللي وقعت لينا، وبغينا غنعتقوا صاحبنا. في الاخر وافقات لينا، بغينا نعومو في السطح حتى شي واحد ما قدر يشدو. واحد الريحة كانت فيها حلوه في صافي. من بعد تحامينا عليه وعومناه مزيان. طريق جاب دوزان ديال الحلاقة وحس ليه، ولا كيبان نقي ولكن العينين ديالو باقين مقلوبين. رغم داك الشوفه ديالو بين السيد ولا مدمن بزاف، باقي عاقل على الدوايات اللي تبعت انا في الادمان ديالي حتى تعالجت وليت بخير. مشيت للفارماسيان وخديتهم ليه كاملين وبقيت كنتبع معاه. بقينا كل نهار كنجيو نجلسو معاه وكنعطيه الدواء، وديما من العشيه للعشيه كنجلسو في السطح وبداو نقصو كاطا حتى نسيناه في البليه. شهر كامل وحنا كنعانيو معاه. في الصباح كنت كنمشي نساح الخوادري وندير طويد للوالد، وفي العشيه كنتلاقى مع الدراري وكنمشيو نجلسو مع سهيل. من بعد تقريبا شهرين طلعت ام الطريق وشافت سهيل ما عرفاتوش. قالت لينا شكون هذا؟ قال لها هذا هو اللي شتي نهار الاول. تخيلوا معايا ام الطريق بدات كتبكي بالفرحه وقالت لينا سمحوا لي بزاف، كنت غادي نمنع راسي ونمنعكم من هذا الاجر. من بعد ما سهيل ولا بخير وعارف اش كيدير ديناه للدار. مع دقينا حلينا بوه الباب. الوالد ديالهم اللي شاف سهيل ما فهم والو، مولف كيشوف ولدو مصخ وعينيه زرقين وفمو زرق بالكارو. جيه ولدو نقي ومحسن وطارق الله يخلف عليه عطاه لبسه زوينه. بقى سهيل كيشوف الوالد ديالو وكان خايف منه، نغزناه بيدينا ويمشي كيجري لعندو بس ليه يديه وراسو. قال ليها اسمح لي الوالد، راني عارف راسي كنت غلط. وخا سهيل كيقول لنا الاب ديالي قاصح بزاف، داكشي اللي شفناه كان العكس. الاب ديالو بدا كيبكي وعنقو، صراحه جاب لينا التبويشه. كان عندي واحد الحمل ثقيل من جهه سهيل، الحمد لله دابا ارتحيت. مشيت كنعاون الخوادي في الوالد، جلست انا وخويا خالد وبدينا كنفكروا في شي حل. المصاريف ديالنا تزادت بزاف، الضو ولا كيجينا مضوبل بسبب داك الماطله ديال الضو، عاد المصاريف ديال الدوايات وما كاين لا تعويض لا والو. قال لي خويا خالد واحد فينا غادي يتكلف بالوالد وواحد غادي يمشي يدبر على خدمه، حيت ضروري خاصنا صالير اخر. خويا مسكين قانعه. اللي بغيتي خويا خالد نديرو معاك. قال لي اسمع الوالد ثقيل وما غاديش تقد عليه نتايا، خليني انا نقابلو وانت سير دبر على شي خدمه. قلت لي صافي مشات. مشيت الصباح للسيبر وصوبت السيفي ديالي، وهنا فقت من القلبه. السيفي ديالي اصلا اشنو فيه اللي غادي نصوبو؟ سيفي خاوي، حتى شي ديبلوم ما عندي. عمرت داك السيفي كامل بالكذوب وشتي الطوبيس ومشيت للحي الصناعي. قطعت الورقة ديالي وريحت ورا الشيفور، كتبان لي واحد الورقة لاصقة تماك. ملي قريتها كنلقى فيها طالبين الخدامة اللي غادي يقطعوا الورق. سولت الشيفور على الإدارة ديالهم ومشيت ليها ودفعت ليهم السيفي. من بعد 15 يوم عيطوا ليا، مشيت لعندهم بلا ما نفكر. داو لي امتحان واش كنعرف نكتب وكنعرف نقرا، نجحت فيه بزاف. بديت الخدمة معاهم واخا كان الصالير ناقص بزاف. المهم ما نبقاش جالس، كنت كنخدم سيمانة صباح وسيمانة عشية. كنت ديما تقريبا كنخدم مع نفس الشيفور، كنت عزيز عليه. كان هو كيطلب المسؤول باش يخليني نخدم معاه، واخا كنت باقي جديد كنت حابي وكنت حاضي ليه الباب مزيان باش ما يطيح ليه حتى شي واحد. واحد النهار كنت جالس معاه وقال لي واش انت غادي تبقى بحال هكا حياتك كاملة؟ غتوصل 60 عام واش تبقى تقطع في الورق؟ خاصك تلقى حل راسك. قلت لي انا غنديبوني هنايا حتى يسهل الله وصافي. قال لي النصيحة اللي غادي نقول ليك اولدي هو دوز بيميات، خليهم تحت منك. صراحة هذا بلان زوين، معرفتش كيفاش حتى ما طاحش ليا في البال ديالي. بديت كل شهر كنتخلص كنحيد منو 10000 ريال كندفعها في البيامي. دوزت البيامي ديال الطوموبيل، من بعد دوزت البيامي ديال الكار. وهذا الشيفور مسكين كان كيتعامل معايا مزيان، ملي كنا كنساليو في الليل وكنكونو غادي للديبو كيعطيني نسوق. بقيت معاه بحال هكا حتى تعلمت وليت متمكن من الطوبيس. قال لي دابا ولدي خاصك تخرج من هنايا وتمشي تقلب على شي خدمة اخرى بانك شيفور.
باش تطلع شويه في الخلاص ديالك. داكشي اللي دات ديميسيونيت وبديت كنقلب على خدمه اخرى، ولكن هاد المره شيفو فاش ما كان يا مدرسه طونسبور ديال بيرسونيل اي حاجه. اي شركه كتعيط ليا كتعرف البي ام جديد ما كيبغيوش يخدموني، وبدا كيطلع لي الدمع وثاني حيت خليت الخدمه ديالي. كنا ديما من الليل ليل كنتجمعوا شي قهوه وكنبداو نتفكروا الماضي، كنتفكروا الحوايج الزوينين والحوايج الخايبين. سهيل الحمد لله حتى هو ناشط معانا. درت عند سهيل وقلت ليه وانت شنو كدير؟ قال لي انا كنخدم مع الوالد. قلت ليه فاش؟ قال لي في دار عمر كيبيع ويشري. قلت ليه واش راه خدام ولا عنده محل ديالو؟ قال لي لا راه عنده محل. وحنا كندويو قاطعنا عثمان وقال لينا داي ما فاسكمش واحد البلان. قلت ليه شناهو؟ قال لي داك الميكروب اللي كان كيبيع لنا الحشيش مازال باقي كيبيع في المدرسة. قلت ليه ساكت اصاحبي قولها لينا. قال لي واش غادي نديرو ليه؟ حنا شغلنا. قلت ليه لا اصاحبي غدا والله ما نعطلو. وداك الشي اللي كان الغد ليا فقت مع العشرة ديال الصباح، بقيت جالس حدا المدرسة حتى لداك 12 ما بان ليا حتى شي واحد. مع ديك الثلاثة ديال العشية بانوا لي واحد جوج مكاريب كيدورو تماك بواحد السونطاوة وبينما كيقراوش تم. مشيت لعندو وانا نقول لي خويا كاينة شي لعيبة. قال لي شنو خاصك؟ كلشي كاين. تي انا غنمشي نجيب الصاف دابا ونرجع عندك خليك هنايا. مشيت ديريكت للكوميسارية وقلت ليها الشاف واحد السيد كيبيع الحشيش والمعجون قدام المدرسة كيضيع اجيال وبسببهم انا ضاعت لي حياتي. داك الاوفيسي بقى كيشوف فيا قال لي واش متاكد من هاد الهضره اللي كتقول؟ قلت لي اه متاكد. عطيتو المواصفات ديالو كامله ومشيت حدا المدرسه وبقيت كنتفرج. شويه كتبان لي واحد الصطافيط بلاصه بعيده نزلوا منها واحد الجوج ومعاهم واحد الدري كيبان باقي صغير بزاف. تقصد ليا من السونطاوه وخدا من عنده الحشيش. مع خدا من عنده تلاحوا عليه صاحبو غير شاف الحناش بغا يهرب لقى جوج خوين كيتسناو من الجهه الاخرى. جمعوا داك الزبل كامل وداوهم. من بعد نسيت عليا هادشي كامل وبديت كنقلب على المستقبل ديالي. بديت كندفع سيفيات وتقول شي واحد واش عيط ليا. حتى بديت كنفقد الامل وهي تعيط ليا واحد المدرسه. فرحت بزاف ومشيت كنجري لداك المدرسه اللي كانت معروفه بزاف وكبيره. القليله عندهم واحد 40 طونسبور. خرج معايا واحد الشيباني باش يدوز ديال الامتحان ويشوفني واش كنعرف نسوق. بقيت غادي صايق بيها خيط بيا شي زناقي. من بعد وصلنا قال لي على سلامتك راك نجحتي. قلت ليه شكرا. بديت كندوي مع داك المدير وقال لي شحال بغيتي في الصالير؟ قلت ليه انا ما غاديش نتشرط، نتوما اللي غادي تخلصوا وانا غادي نشوف واش غيعجبني ولا لا. قال لي اسمع ولدي، قال لي حنا كنعطيو 2000 درهم ولكن بالامكان ديالك تطلع الصالير حتى 3000 درهم تبدا دي صحاب السويع في الليل، غتجيبهم مع 8 وتعاود تديهم مع 10 الليل، والطوموبيل تجيبها تبات عندنا وتمشي لداركم وتعاود ترجع الصباح. بقيت كنشوف فيه وكتلي في خاطري الله ينزل عليك النعلة. نجيب لي الطوموبيل مع 11 ونص ديال الليل ونشط طاكسي حمار نمشي، ونعاود عاوتاني الصباح نشط طاكسي ونمشي. غاد طونسبور غادي تقام عليا بواحد 1000 درهم. ما بقيتش قلت لي حتى شي كلمه نطت ومشيت في حالاتي. رجعت للدار وبقيت طالع نازل في الفيسبوك شويه بانت ليا الماركت بلايس. لقيت بنادم كيبيع البياس كلشي كيتباع وبديت كنفكر الصراحه في البيع والشراء. اول واحد طاح ليا في البال ديالي هو سهيل. عيط لي في التليفون وقلت ليه فينك نتايا؟ قال لي انا في المحل مع الوالد. قلت لي واش واخا نجي عندك؟ قال لي مالك خاصك شي حاجه؟ قلت لي اه. قال لي اجي مرحبا. شديت طاكسي وهبطت عندو ديريكت للسوق. لقيت باه كيبيع لما عندي الكوزينه، اي حاجه حليت عليها فمك عنده كيبيع بالجمله وبالديطاي. بديت كندور على كاع دوك لما عندنا اللي مطلوبين في السوق، بديت كنصور فيهم. من بعد مشيت وريت تصاور الوالده وبدات كتوريني لما اللي غادي يتباعوا ليا. سولت عليهم في الجمله شحال دايرين وبديت كنلوحهم في ماركت بليس. سيمانه وانا كنلوح بنادم تصدعني على والو، خويا الثمن. ملي كنقول لهم الثمن كيقلبوا وجههم. بقيت بحال هكاك حتى لواحد النهار غادي نبيع اول بياسه وغادي نربح فيها 70 درهم. بالفرحه شديت الطاكسي ومشيت عند سهيل. خديت من عنده داك البياسه، ديتها حتى لعند السيده اللي كانت بعيده. خلصتني ورجعت للدار. في العشيه تلاقيت مع سهيل وعطيته وثقه 70 درهم ديال الرباحه. يلا شطت لي من 30 درهم ماشي مشكل، المهم بعت شي حاجه يعني كاين امل. بديت كل نهار كنمشي عند سهيل وكنعرف داكشي اللي خارج جديد، كنصور وكنلوح ما خاسه والو. وبديت كنبيع كل نهار وحده بعد مرات جوج. بقيت غادي بحال هكاك والمبيعات غاديين وكيتزادوا. وصلت واحد الوقيته لقيت راسي كندخل 500 درهم في النار. مشيت عند صاحبي طارق هو اللي مصوبي فينا، سلفني واحد 7000 درهم وخديت بها موطور وبديت كنليفري راسي. هنا نقص عليا بزاف ديال المصاريف ولا عندي المدخول كثر من الاول. من بعد صوبت واحد الباج خاصة ديالي وبديت كنلوح فيها السلعة كاملة اللي عند سهيل. وبس سهيل حتى هو يخدم معايا ويكون متاحة
واللي داير انا وياه النص بالنص. بقينا غادي بشويه بشويه وحنا كنكبروا في البروجي ديالنا. من بعد كاين محل اخر قايب لينا الحومه، ما بقيناش كنمشيو السلعه من عند بوت سهيل، ولينا كناخذوها من عند نفس كليان اللي كيتقدم من عنده. شارجينا المحل بالسلعه ديالنا ولحناها في الباج وخسرنا على الاشاره بزاف. فلوس عندنا ولات كتدخل بحال الشتا، وليت كنبيع 20 بياسه حتى 30 بياسه في النهار. كلشي ولا خدام معانا، عثمان، طارق، خوتي بجوج، ومازال كان باقي خاصنا بنادم. الواليد درنا ليه واحد الفاميليا هي اللي ولات مقابله، كتفهم مزيان في الطويض. من بعد طلقنا داك المحل اللي كنا كاينو وشدينا محل كبار منه، ولات عندنا مركزة كبيرة. أسسنا شركة وطلعنا لها الوريقات ديالها كاملين. مشيت بحثت مزيان في الدومين وعرفت أن داك السلعة كاملة كتجي من الشينوا، داكشي علاش صوت الباسبور ديالي ودفعت الفيزا ومشيت اليابان. غادي وما عارف حتى فين نمشي ولا فين نجي. شاد تليفون في يديا وكنقول داكشي اللي بغيت وكنطاجمو. بقيت بشوية بشوية حتى عرفت الله يسمي كتباع السلعة. لقيت تماك سماصية مغاربة، داوني حتى للسوق وراوني السلعة فين كتباع. ملي بديت كندور تماك تخلعت ملي شفت الأشمينة ديال الحوايج. مكانة كدير عندنا هنا بثمانين درهم جملة، تماك دايرها بسبعتاشر درهم. بديت كنفكر مع راسي وكنقول هادشي ديال الكوزينة تقيل بزاف وغالي في الثمن ديالو، والرباح شوية تيكون قليل، علاش منضربوش على داكشي الصغير؟ واخا حتى هو رباح قليل ولكن غادي يكون كتير. صيفطت الموديل ديال داك المكانة لعثمان وكنت لي قلب ليا في السوق شحال دايرة جملة وشحال دايرة ديطاي. مشى قلب على السوق كامل كيلقاها بثمانين درهم آخر ثمن جملة، أما إلا بغيتي الوحدة كيبيعوها لك بمية وخمسين درهم. تيسول شي واحد وقولي إلا جبت لك جملة بستين درهم واش تشريها من عندي؟ كاع الناس دوك كيطلبو فيه، عافاك جيبها لي أنا الأول والله تنعطيك فيها تا خمسة وستين درهم. كانت داك المكانة هي طونطونس داك الوقت، وهاد المكانة هي السبب نتا غنديو الفلوس ديال بصح. كانت عندي واحد ربعين مليون، خديتها كاملة سلعة، ما نعرف غير السلعة ديالي تكون في المصا. قطعت ورجعت للبلاد، كلشي كان كيتسنى فيا نجيب الماعن. الخوت كاملين تصدموا ملي شافوا داكشي غماقن، حيت الوحيد اللي عاودت لي البلان هو عثمان. صيفطت خمسة ديال الدراري دخلوا للسوق، كل وحدين دخلوا القصارية وبداو كيقتراحوا على بنادم. كنا معولين غادي نبيعوها بستين درهم جملة، ولينا بيعينها بخمسة وستين. خدينا ربعين مليون ديال السلعة، ولات عندنا خمسة وتسعين مليون. وبقيت على هاد الحال هذا كنمشي ونجي، والعاقة غادا وكتدخل. مشيت المرة الأولى الثانية الثالثة، المرة الرابعة مشيت وديت معايا صاحبي عثمان حيت هو اللي كان ذكي فيهم كاملين. بقيت كندور في السوق وكنقلب على شي هوتة، ولكن عثمان كان ذكي كثر مني. لقى واحد الماكن كيتباعو ويسولهم ديال اش هادو، قالوا ليه ديال الطباعة. دخلونا لداخل وجبدو واحد التوب ودخلوه في داك الماكينة، خرجت فيه واحد الطبعة زوينة، وهاديك الماكينة أي حاجة رسمتي فيها كتخرج لك في البيل. بقيت كنشوف عثمان وكليه مالك، قال لي هادي بونافير حسن من داك البيعوشة، غادي ناخدو واحد ربعة الماكن ولا خمسة غادي نحطوهم في الشركة ديالنا ونبداو خدامين، غنبداو حنا نصوبو بيلات ونطبعو فيهم ونبيعوهم بالثمن. بقيت كنشوف فيه وكليه أنا ما عنديش مع هادشي البيعوشة مرحبا. قال لي جمال غير ساعفني في هاد القضية، راه باقي ما داير حتى شي واحد في المغرب، كلشي كيشري بيلات طالعين، حنا اللي غادي نوليو نصداو ما صاحبي. خرجنا من داك المحل ومشينا لواحد القهوة، بقينا جالسين شحال وهو كيقنع فيا. من بعد ما فكرت مزيان قررت نغامر معاه. داك الماكن كانوا دايرين ب 14 مليون، خدينا منهم خمسة. مشينا للمغرب عاوتاني وحيدنا داك السلعة كاملة، خوينا المكازات وبدينا خدامين. مشينا لواحد حي صناعي لقينا مازال الوقت باش يخرجوا الخدامة، بقينا جالسين وكنتسناو. شوية بان لنا واحد جوج دريات كيقلبوا على خدمة. قلت لها اختي شنو كدير؟ اقترحت عليها الخدمة ديالنا، قالت لي اه نديرها ليك ونجيب لك مازال خمسة دريات خوين كيطيروا في الماكن وحتى في الفصالة. قلت لها صافي مشات، غادي تمشيو معنا، غادي نجربوكم واحد تلت ايام، الا عجبتونا غادي نتهلاو فيكم حسن من هاد الشركات كاع. مشات معايا واحد البنت وخدينا الماكن ديال الخدمة وخدينا كاع الماتيريال اللي غادي يخصهم، وبداو خدامات داك البنات بيل كيطلع ناضي ديال بصح. بقات خاصة غا الطبعة اللخرى، الزواقة منين غادي نجيبوها؟ سهيل، سهيل رسام خطير، بدا كيرسم لينا وحنا كنطبعو في التيشورتات وكنبيعو. وهنا دخلنا الفلوس ديال بصح، نسينا شي بيعوشة، بدينا كنطلعو في داك الشركة حتى تلونصات ديال بصح. من بعد صوبت الوريقات للوالد هو والوالدة وديتو ديريكت لفرنسا. صيفطت معاهم خويا سعيد حيت هو الوحيد اللي ما كينفع ما يدور، على الأقل يمشي يقابل غا الوالد تماك، أي حاجة كانت كتخصهم كنصيفطها ليهم. تحولنا من داك الدرب المنحوس وخديت واحد الدار كبر من هادي اللي كنا عايشين فيها.
خليتهم هما مقابلين هاد الشايكة وبديت كنسافر عاوتاني. كنبقى غير ندور تماك، الا لقيت شي هوتة كنجيبها، الا ما لقيت والو كاع كنرجع فالاتي. ملي وصلت الوالدة لفرنسا عيطت لي في التليفون فرحانة وكتبكي، قالت لي ولدي واحد الطبيب هنا قال لنا راه يقدر يتعالج، خاصها غير واحد العملية ولكن راه غالية شوية. قلت لها شحال الوالدة؟ قالت لي 200 مليون. قلت لها ماشي مشكل غادي نديرو عليه. جلست مع الدراري وعاودت لهم البلان كامل اللي واقع. الحمد لله الدراري طلعوا رجالة، حتى شي واحد معكس ليا. صحة باك هي الاولى. هزينا الفلوس وخلصت لهم الكلينيك من هنايا. الخدامة في الاول كانوا عندنا 5، دابا ولاو عندنا 250 خدام، ومازال ان شاء الله غادي نكبروا البروجي ديالنا. طورت الخدمة بزاف لدرجة ولينا كنتعاملوا مع شركات كبار، ولينا كنصوبوا بلوزة ديال الخدامة كاملة بالصباط ديالها. داي صحابي كل واحد ولا بالطوموبيل ديالو وكل شي دار دارو، ومنهم خويا خالد. الوالدة كندوي معاها يوميا وكنت فرحان حيت العملية نجحات. من بعد 7 شهور عيطت لي وقالت لي غادي نرجعوا للمغرب. صراحة كنت موحشهم بزاف. هزيت الطوموبيل ديالي ومشيت للمطار وكنتسنى فيهم. عييت ما نتسنى، ما بالي حتى شي واحد جاي. شوية كيبان لي خويا جايب واحد كاروسة، وداك الكاروسة كانت خاوية، ما فهمت والو. ويلي فين هو الوالد؟ شوية كيبان لي الوالد جاي هو والوالدة من وراهم، وكان شاد الوالدة في يديها وجاي كيتمشى بشوية. واحد الفرحة ما نوصفهاش ليكم الخوت. مشيت انا وخالد كنتجاراو لعندو، عنقناها وبدينا كنبكيو كاملين.